الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: عند محافظتي على بعض العبادات أصاب ببعض الوساوس، فما العمل؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، أظن السائلة وفقها الله تعالى لكل خير تعاني من مرض الوسواس القهري، وهذا مرض قد أخرج الله عز وجل له طبا وعلاجا عند الأطباء النفسيين، فأوصيها في أول هذه الفتية أن تراجع من تثق في دينه وخبرته ومعرفته بمثل هذه الأمور والأوجاع والأدواء. فأتمنى في الحقيقة أن لا تقصر في مراجعة الأطباء النفسيين، لعلها بإذن الله عز وجل تجد علاجا عندهم بعد الاستعانة بالله عز وجل وكمال التوكل عليه والثقة فيه عز وجل وكثرة دعائه والانطراح عند عتبة بابه، بأن يرفع الله عز وجل عنها هذه الغمة. ولكن لا يمنع ذلك أن نعطيها شيئا من العلاجات النبوية الثابتة بالأدلة الشرعية، وهي كثيرة ولله الحمد والمنة، وإذا التزمت بها التزام الواثق بالله والمتوكل عليه والمعتمد عليه فإنها سوف تجد إن شاء الله عز وجل لها أثرا عظيما. فمن هذه العلاجات كثرة الاستعاذة بالله عز وجل من هذه الوساوس والواردات والخطرات، فإن هذه الوساوس مصدرها إبليس، وإبليس يهرب ويخنس إذا استعاذ ابن آدم منه بالله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فهذا من أعظم العلاجات على الإطلاق، فإن الشيطان يتسلط على القلوب التي لا تستعيذ بالله عز وجل ويستولي عليها ويتحكم فيها ويبث فيها تلك الواردات والوساوس والخطرات الإبليسية الشيطانية. ولكن إذا كان الإنسان محافظا على الاستعاذة بالله عز وجل من الشيطان وشركه ووسوسته فإن الله سيجعله في حماية عظيمة وحصن عظيم لا يستطيع الشيطان أن يخترقه بإذن الله عز وجل. وفي الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا من خلق كذا، حتى يقول: من خلق ربك، فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي. والشاهد منه في هذا العلاج قوله صلى الله عليه وسلم: فليستعذ بالله. فأكفري أيتها السائلة، شفاك الله وعافاك، من الاستعاذة بالله عز وجل. استعيذي بالله دائما وأبدا، ولتكن الاستعاذة هي هجراك وديدنك في ليلك ونهارك حتى يخف ضغط هذه الوساوس عنك، وسوف ترين بإذن الله عز وجل أنك ستكونين فيما إذا أكثرت من ذلك في حصن حصين من الله عز وجل. العلاج الثاني عدم الالتفات إلى هذه الوساوس والالتهاء عنها، وألا تجعليها مشكلة تحتاج إلى حل، وألا تكثر التفكير فيها، وأن تتوكلي على الله وأن تثقي به تبارك وتعالى أنه سيقبل منك وأنه سيرفع درجاتك وأنه لا يرد من عبده عملا إذا توفرت فيه شروط القبول. فالالتهاء والاشتغال وعدم التفكير في هذه الوساوس مخرج من المخارج التي يهرب إليها العبد من هذه الضغوط النفسية القوية. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق: فليستعذ بالله ولينتهي. ومن العلاجات كذلك عدم الاستجابة لهذه الوساوس والخطرات الشيطانية. فإذا كانت الوساوس في الوضوء وقال لك الشيطان أعيد الوضوء فلا تعيديه، أو كانت في الصلاة وأمرك أن تعيد الصلاة فلا تعيديها، أو كانت في بعض العبادات وأمرك أن تترك هذه العبادة لترتاحي من ضغوط الوساوس فإياك ثم إياك أن تتركيها. فإن من أعظم ما يسلط هذه الوساوس عليك ويجعل الشيطان ممتلئا الأمل منك هو استجابتك له والتفاتك إليه. فحاولي بارك الله فيك أن لا تستجيبي لداعي الشيطان، فهذا عدوك
الذي لا يريد صلاحك ولا هدايتك ولا استقامة أحوالك لا مع الله ولا مع الخلق، فكيف تصغين له وكيف تستجيبين لداعيه؟ بل عليك أن تقفلي قلبك وسمع أذنك عنه ما استطعت إلى ذلك سبيلا. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث عثمان بن أبي العاص قال: قلت يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي، فقال: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه وادفل عن يسارك ثلاثا. قال: ففعلته فأذهبه الله عز وجل عني. فهذه العلاجات بإذن الله مع مراجعة الأطباء النفسيين هي الحل الناجع لعلاجك بإذن الله تبارك وتعالى، والله أعلم.